كليك فام الإذاعة الأولى في تونس. أول حاجة هذه أول دفعة في إطار الصفقة المبرمة بين وزارة الصحة والدولة التونسية وشركة فايزر، وهي تمثل في 84 ألف جرعة نوع فايزر. تليها كما قلت سيادتك في أبريل دفعتين، وفي ماي كل أسبوع دفعة مماثلة، دونك أسبوعية مش تجينا كميات. دونك احنا مع الكميات اللي عندنا اللي جات البارح كذلك أسترازينيكا وسينوفاك الكل، بحول الله مش نوسع في الحملة متاعنا. اليوم عندنا ندوة صحفية الأربعة متاع العشية مش نقدم فيها تطور الحملة متاعنا واستراتيجية وكل ما يهم التلقيح والوضع الوبائي كذلك. أنا استراتيجية كما ثم مراكز قارة، ثم مراكز متنقلة، ثم مراكز في معتمديات تخدم نهاية أسبوع أو يوم يوم السوق حاجة كناك. كذلك مع اتحاد التونسي التضامن الاجتماعي مش نعمل فرق متنقلة تمشي للأرياف، كذلك مش مشيوا ديار المسنين، مش مشيوا السجون برشا، معناتها هذا الكل قارين حسابه. دونك هي الكل مرتبطه بكميه التلقيح، خاصه احنا وقت توفر كميه التلقيح نبرمجوها في اقرب وقت. حبيناش على الاول عندنا كميه قليله نعملوا نسق سريع، تراسينا نسكروا في المراكز ما يحبوش هيك، حبوا ديما النسق يخدموا الناس بصفه متواصله. الكميات هذه بدات تتكاثر، دونك مش ننسقوا في مش نسرعوا في النسق التلقيح، وتلاحظوا هذا في الاسابيع المقبله. هذه كما الجرعات الدوره الكل، كل ما تجينا حاجه نبرمجوها على الاسبوع، والاسبوع المقبل حسب الكميات المتوفره نبرمجوا التلقيح. متى التلقيح الكل عندنا كيف كيف من ناحيه السلامه والفاعليه، دونك كل ما تجينا كميه تلقيح نبرمجوها على الاسبوع، كل اسبوع نبرمجوا التلقيح نتاعنا. Yeah, well, it's very important. The United States has provided about $36 million for COVID relief to Tunisia since the beginning of the pandemic. بطبيعة الحال هذا أمر مهم. وفرت الولايات المتحدة أكثر من 36 مليون دولار لدعم تونس أثناء أزمة كوفيد 19. In addition, the United States is the largest donor to the COVAX program. We've put in $4 billion to the COVAX program through which Tunisia will get 4 million doses of vaccine. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم في آلية كوفاكس، حيث أنها وفرت لها 4 مليارات دولار، وتونس ستتحصل على 4 ملايين جرعة عبر مبادرة كوفاكس. We're very proud of this particular shipment because Pfizer, Tunisia was the first country to African country to get a direct contract, to sign a direct contract with Pfizer in February of this year. نحن فخورون بوصول هذه الشحنة من التلقيح، نظرا لأن تونس كانت أولى الدول الإفريقية التي دخلت في اتفاق ثنائي مع شركة فايزر للحصول على هذه التلقيح. The American company Pfizer is one of the oldest American companies in Tunisia. It's been here since 1966 and is one of the longest partnerships with an American firm in this country. Thank you. شركة فايزر هي أقدم الشركات الأمريكية وجودا في تونس، حيث أنها كانت متواجدة هنا منذ سنة 1966. والشراكة بين فايزر وتونس هي شراكة قوية ومستدامة.